بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض ملخص الفصل السادس من قصة أبو الفوارس عنترة بن شداد. زي ما احنا عارفين في الفصل اللي فات، آخر حدث حصل فيه لما شيبوب بلغ عنترة بخبر خطبة عبلة لعمارة بن زياد، وكان عنترة في صدمة من سماعه للخبر، وشيبوب قاعد يخفف عنه، لكن عنترة قرر إن هو يرجع للقبيلة ويعلن عليها الحرب على سادتها وعلى رجالها وعلى أبوه وعلى أبو عبلة وعلى عمارة إذا تجرأ على زواجه من عبلة. تعالوا نشوف الفصل ده. عنترة عاد لحلة عبس ساخطا على قومه الذين تنكروا له ولم يعترفوا به، وتخلف عن الخروج للحرب مع قبيلته المتجهة إلى قبيلة طي بسبب سخطية عليها. كان من الطبيعي أن أي حرب بيدعو عنترة إليها كانوا بيطلبوه للخروج للحرب، وكان ده أحب شيء إلى نفسه، لكن في الخروج للحرب مع قبيلة طي عنترة طبعا تخلف، لأنه قال لهم أنا لا أحسن إلا الخدمة وأنا لست خارجا للحرب معكم. طبعا خطبة عبلة لعمارة بن زياد خلت عنترة ما يقدرش يشوف عبلة، لأن خلاص هي بقت مخطوبة لسيد من السادات فلا يجوز لأحد رؤيتها، ف كان بيكتفي بالنظر إلى الحي الذي تقيم فيه عبلة. فرسان طي سبقوا فرسان عبس وهجموا على القبيلة بعدما خرج جيش من عبس لقتال طي. استغل فرسان طي الفرصة وهجموا على القبيلة الخالية من الفرسان إلا القليل الذين يعني كانوا يجلسون يعني لتفقد الحالة، يعني مجموعة كده من الفرسان كانت موجودة متسابة كده بس يعني إيه يعني منظر. فهجمت فرسان طي على قبيلة عبس واستطاعوا ان هم يقتلوا ويعتدوا على الاطفال والنساء، وقاتلوا فرسانها الذين بقوا للحماية وكادوا يلحقون بهم هزيمة مذلة. شداد اللي كان بيترأس هذه المجموعة من الفرسان، هذه المجموعة الصغيرة القليلة من الفرسان، جري على عنترة وطلب منه نجدة القبيلة، لكن عنترة ما اهتمش لطلبه وقال له أنا عبد أحسن الحلب والضر ولا أحسن الكر والفر. طبعا الكر يعني الهجوم والفر يعني الدفاع. شداد اتفق مع عنترة لو أنقذ القبيلة إن هو هيعترف بيه كابن لي أمام القبيلة كلها، وطبعا دي كانت اللحظة اللي ما قدرش عنترة يقاوم فيها الطلب ده، فانطلق عنترة بجواده متجها صوب الحلة وهو يصيح قائلا أنا الهجين عنترة. تدريبات الفصل السادس من قصة أبو الفوارس عنترة بن شداد. السؤال الأول بيقول كيف كانت حال عنترة بعدما رجع لحلة عبس؟ عنترة لما رجع لحلة عبس كان ساخط على قومه اللي تنكروا ليه وما اعترفوش بيه، وتخلف عن الخروج للحرب مع قبيلته اللي كانت متجهة لقتال قبيلة طي، وده طبعا بسبب سخطه عليهم. السؤال الثاني ما الذي حال دون رؤية عنترة لعبلة؟ طبيعي ان عبلة اتخطبت لعمارة بن زياد، فده منع عنترة ان هو يقدر يبص ويشوف حالها ويتعرف على حالها او حتى يتكلم معاها، وكان بيكتفي ان هو ينظر الى الحي الذي تقيم فيه عبلة. السؤال الثالث ماذا حدث بعد خروج قبيلة عبس لقتال قبيلة طي؟ طبعا فرسان طي كانوا أذكى منهم، استنوا وسابوهم يخرجوا في طريقهم وهجموا هم من الخلف على قبيلة عبس واعتدوا على أطفالها ونسائها وقاتلوا فرسانها الذين بقوا للحماية وكادوا يلحقون بهم هزيمة مذلة. السؤال الرابع لماذا انطلق شداد إلى عنترة وما كان موقف عنترة؟ طبعا شداد هو كان رئيس المجموعة القليلة من الفرسان اللي بقيت في عبس عشان الدفاع عنها ضد أي خطر، فلما لقى هجوم كبير جدا من فرسان طي عليهم وما قدروش ان هم يصدوه اتجه بسرعة جدا الى عنترة يطلب منه النجدة، لكن عنترة ما اهتمش لطلب شداد وقال له انا عبد لا احسن سوى الحلب والضر ولا احسن الكر والفر، يعني ماليش غير في الخدمة وانا ما بعرفش احارب. السؤال الخامس على ما اتفق شداد مع عنترة؟ شداد اتفق مع عنترة ان لو انقذ القبيلة هيعترف بيه ابن ليه رسمي امام القبيلة.
كده نكون انتهينا من شرح حل التدريبات. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.